عند تأسيس المنطقة السكوية على سد بوهرتمة 112 مليون متر مكعب، تأسست المنطقة السكوية على المركب السكري سابقا جينور حاليا. تو منذ سنين بعد ما تسكر المعمل كومبليتمون الفلاح قاعد يعاني، تهرت المنطقة السكوية. النفط السكرية راهو صالح للتداول الزراعي، من العام الجاي بقرة الله هذا تزرع قمح صنعته مضمونة، لكن اللي دوز نتاع لامونيتر والبوتاس والديابي والكل هذاك كله هذاك الكل موجود في الأرض هذاك. في بداية زراعة النفط السكري يبعث معمل السكر كونترا مع الفلاح، يجي يعمل جرون لابور حتى تحضير الأرض، ومن بعد تقعك الأسمدة والسومونس اللي مش تنطبق، كان تم تحليل تربة معناها موجود وهي مش ترجع بصفة رسمية، الفلاح باش يزرع بالسومونس يتماشى مع أرضه حسب قوة الأرض نتاعه. الماكينة هذه تخدم تشارجي بالكاميونات، الكاميونات تمشي للطار هذا ديريكت يمشي للمعمل، المعمل يعمل الكمية الموجودة اللي تهز بالكاميون هذيك، يعطونا كل يوم الحق بارك الله فيهم كل توناج، معناها اليوم قداش كل داتو دا كل نهار ويوم يعطينا كل يوم قداش الكمية اللي هزيناها، الماكينات كلها من عند المعمل، ويقص عليه في آخر الصابة أكل المصروف الكل، ومن بعد يعطيه بري قرض، يعطيه قرض عندهم كمية خاص باللفت السكري في الهكتار قداش يعطوه، ومن بعد يقص عليه أكل البري ذاك ويقص عليه في المداوة نتاعو، والباقي يعطيه الشيك نتاعو. Thank you.